رد السلام يا استاذ يا وليد. وعليكم السلام. السلام، السلام عليكم. تفضل. شلونك عزيزي؟ شلون صحتك؟ حياك الله. حضرتك سني ولا شيعي؟ لا لا انا شيعي شيعي. طب اتفضل، انت عندنا سؤال استشكرك والله، سؤال وسؤال عظيم لا جدا. استشكر بس دقيق. تفضل. اي ادري انا راح اجاوبك على السؤال. انت استشكرت على الاخ بكتاب، انا راح اعطيك الجواب. تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحه 452، ممكن تفتحه؟ حضرتك انت هتقرا من اعيد لك تاريخ، اياه. بص بص، حضرتك هتقرا من تاريخ الطبري وليس من البخاري وليس ايه من مسلم. فلما حضرتك تقرا من تاريخ الطبري، حضرتك كده تحط لنا ايه، مش تحط لنا الرابط، لا حضرتك تقرا لنا الكلام اللي انت هتقوله مسندا لو سمحت، عشان ندور في الاسناد، لان احنا امه الاسناد. ايه اقرا لي الروايه، هاي الروايه عن سيده عائشه، اقرا لك اياها. اتفضل. الروايه تقول ما علمت، اكو روايه عن عائشه تقول النبي لا يا محمد باشا، مات قبل بين عائشه، سحلي بص بص ونحري. بص يا استاذ، قبل سيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، عليمه في حاجه اسمها سند، يعني عن رضي فلان الله عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قالت السيده عائشه. اتفضل. ايه هي الروايه تقول عن عائشه، يا الروايه تقول باشا عن انا ما عائشه. بتعبد انت الله شوف عز وجل بعائشه كده على طول، يعني واحد مثلا يقول لك ايه عن المهدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل هريسه دخل الجنه، او عن الامام ايه الصادق زين، من اكو لبس، هم روايه. اسمعني بس، من لبس الحذاء الاصفر اعطي قوه 60 رجل في العمليه الجنسيه. ايوه ساعتها اكو هتقول لي، روايه تقول تقول ساعتها من هتقول لي دخل ايش بيت عرفك ان عائشه جعفر ورفع الصادق قال اكل الكلام ده؟ وشبع. صح. لا وليد اكو روايه تقول من دخل بيت عائشه رضع اكل وشبع، شنو رايك بيه؟ يا باشا اكل وشبع واتنفخ كمان، بس المهم السند انتهى بقى. يلا ايه بس هو يا عم، ربنا وعدنا بالهبل النهارده ولا ايه؟ في ايه غبي عايز يقرا الروايه بلا سند؟ اقرا السند، انا اصلا ما سمعتش الروايه هتقول ايه. هو قال عن عائشه، لكن ما سمعتش ايه عن عائشه، مش مشكله، لكن اي روايه لابد من اسناد صحيح.